Hello, dear students, and welcome in another episode of our program in our channel, Our School 3 or Madisat Neteleta, which is run under the supervision of the Ministry of Education. اهلا بكم اعزائي الطلبه والمشاهدين في حلقه جديده من برنامجنا في قناه مدرستنا ثلاثه تحت اشراف وزاره التربيه والتعليم Today's episode is made specially for the students of the second year secondary. حلقة اليوم معمولة خصيصاً لطلبة الصف الثاني الثانوي. والنهاردة uh, we're gonna continue unit 6 هنكمل unit 6 we're gonna have lesson 3 and 4 هناخد الدرس الثالث والرابع يعني النهاردة في هيبقى فيه كده تنويع لكذا حاجة we're gonna have vocabulary عندنا جزء خاص بالvocabulary جزء خاص بالlanguage focus أو حتة يعني structure وgrammar كده بسيطة وبعد كده هناخد مجموعة من أسئلة لو في وقت أوكي okay? Um, as you know, the unit six is entitled "Learning from Our Mistakes." We are in unit Bin Ta'lim min Aqtana" or "Ta'lim min The learning objectives are as follows. الأهداف بتاع حلقة اليوم. By the end of this lesson, students will be able to identify the use of wish in certain situations. هنتعرف على استخدامنا الكلمة wish. آه في بعض المواقف مشابهة في قاعدتها لقاعدة F. بتالي عايزين نعرف كده مجموعة من المعلومات وكت موجودة طبعا في واحد من الدروس فعايزين نعرف ازاي نفرق ما بين wish و Ah,طبعاً uh, uh, if only والكلمات دي. Identify some vocabulary and meaning of phrases. نعرف بعض الكلمات و بعض معاني لي phrases أو عبارات معينة. schematics for general information. schematics for specific information. هفي عندنا جزء, جزء reading نعرف منه information ويلا نبدأ. The vocabulary, as you see, hfe uh, عندنا مجموعة من الكلمات. اللي هناخدها النهاردة ومينلي هما phrasal verbs and expressions الفريزل ال verbs وال expressions دي بتغير معنى الفعل تماما علشان يعبر عن معنى مختلف وإحنا كلمنا طبعا phrasal ال verb اللي هو verb ومعاه preposition بيغير في معناه يعني على سبيل المثال احنا عندنا كلمة bring بمعنى يحضر شيء لما اقول bring back المعنى بيتغير تماما وبيبقى حاجة تانية مختلفة هنعرف طبعا المعاني بعد ما نخلص قراية الverbs كلها والpreposition معي عايزاكم تركزوا بس دلوقتي في الverb والحرف الجر اللي بيجي معاه وانه ازاي الفيرب ليه معنى وبعد ما يجي حرف الجر ده تحديدا هيغير في معناه. فول اوت فول لوحدها بمعنى يقع يعني حد يقع مثلا او حاجه تقع لكن لما اقول فول اوت بتدي معنى مختلف تماما هنقوله دلوقتي جت يعني يحضر او جت بمعنى understand يفهم حاجه لكن لما اقول جت انتو ده بمعنى حاجه تاني برضو هقولها لكم ولكن جبنا كلمة into أو preposition into غير لي في المعنى وخلى كلمة جات ليها معنى مختلف طب في عندي جات تاني ولكن المرة دي بدل into بقى, بقى في on وwith مع بعض اتفقنا قبل كده إن phrasal verbs ممكن يجي مش بس preposition واحد لا يجي اثنين prepositions بعد الفعل ويدي معنى مختلف فقلنا get on with get on with ده بيدي معنى مختلف تماما ودي هنقول لكم برده المعاني بس ركزوا في الفعل وايه البريبوزيشن اللي جاي بعده اللي احنا هنذاكره النهارده هانج بمعنى علق عندي كلمه الهانجر اللي هي الشباعه هانجر اوكي ولما بقول هانج يعني علق حاجه طيب هقول hang out with بقى ليها معنى مختلف تماما عن معنى ان شخص يعلق شيء keep يعني يحفظ او يحافظ على شيء لكن لما اقول keep in touch with keep in touch with خلوا بالكم keep in touch with ده برضو بتدي معنى مختلف وبعدين عندي كلمة lose اللي هي يخسر في ماتش مثلا او في اي حاجة competition او كده وعندي كلمة lose بمعنى يضيع شيء او حاجه تضيع لكن لوست تاتش بقى ليها معنى تاني مختلف تعالوا نشوف ايه المعاني دي بسرعه كلمه برينج باك برينج باك يعني ميك يو ريمبر سمثينج يعني ترجع لي الذكريات بتاعه حاجه اوكي تخليني افتكر حاجه معينه فبقول برينج ذس باك او برينج باك ذا ميموريز تمام يرجع لي الذكريات بتاعت شيء معين ممكن يكون شفت شيء قابلت شخص الشخص ده او الشيء ده فكرني بحاجات كتيره جدا فاقول يو بروت باك ذا ميموريز او يو بروت باك ذا ميموري اوف وابتدي احكي له ان انت رجعت لنا الذكرى بتاعت كذا كذا وهكذا اوكي طب فول اوت بقى بمعنى ايه؟ stop being friendly يعني انت تبطل انك تكون حد ودود اوكي okay? fall و بمعنى stop being friendly يبقى ناخد بالنا هي ممكن تكون الفريزل verbs صعوبتها الوحيده انها عايزه حفظ مش عايزه فهم، اوكي؟ فمن كتر حفظنا بنحاول نعمل ربط كلمة فول فيها اف، فريندلي فيها اف، يبقى الاتنين فيهم اه يعني مع بعض ليهم علاقة ببعض، لما أجيب فول أوت يبقى فيها كلمة فريندلي المعنى بتاعها، وطبعًا أوت يبقى ستوب بين فريندلي، إن حد يبطل إن هو يكون فريندلي، اوكي؟ يبقى فول أوت، حاول إن أنت تحفظها بالطريقة دي، أنا بحاول أشوف طريقة تساعد ولكن حاولوا تربطوا بكلمة friendly. Okay؟ يبقى fall out, stop being friendly. Get into. يعني yani ايه بقى get into؟ Get into something. يعني yani start to enjoy something. ابدا ان انا استمتع بشيء معين على فكره كلمه انتو لوحدها يعني حد برضو يكون مهتم بشيء او very much interested in something فكلمه انتو مع كلمه get بتدي معنى ان حد يكون interested او enjoying doing something اوكي okay? طب get on with get on with هنا بقى كلمه get on with عاملة زي كلمة get along with بمعنى be friendly with someone إن حد يكون ودود مع شخص ما يبتدي يكون لطيف معاه get along with دي بمعنى انه يبقى في تواكب في العلاقه ما بينك وبين شخص اخر يبقى get on with بمعنى برضو بنتكلم على الفريندلينس يبقى هي عكس كلمه fall out يبقى fall out عكسها get on with Okay. Oh. اوكي هانج اوت ويذ اه قلنا يعلق لوحدها لما اقول هانج اوت with يعني اخرج مع حد اقضي وقت مع حد واستمتع بوقتي معاه سبيند تايم with سمون شوفوا المعنى اختلف خالص ازاي طيب يعني ممكن نقول I hang up with my friend in the mall يعني أنا خرجت كده أو قضيت وقت I spend some time with my friend in the mall في المول الفلاني أو في المحل الفلاني أوكي okay? keep in touch with يعني يظل على تواصل مع شخص بنقولها keep in touch with continue to communicate with someone okay we we'll lose touch دي العكس بقى إن أنا أفقد التواصل مع حد فبقول stop communication يفقد التواصل يبقى عرفنا كده مجموعة الكلمات دي أو الفريزل فيربس دي والإكسبرشنز بتاعتها وإزاي إن فيها معاني كلمات معاكسة للآخر يعني خلي بالكم إن هنا في one word and the opposite في بعض الحالات فناخد بالنا وبرضو هديكم أمثلة عليها ولكن في لما نروح لللايت بورد تعالوا بقى نشوف اللينجوج فوكس بارت اللي خاص بوش وإزاي وش بنستخدمها أو كلمة اونلي بنستخدمها طيب كلمة وش يعني يتمنى شيء تمني شيء معناه ان الشيء ده ما حصلش صح او كان نفسي ان يحصل او هو حصل عكسه في الماضي وانا تمنيت ان العكس اللي يحصل وهكذا يبقى التمني لازم افهم كويس المقصود بيه ايه ان الحاجه دي اللي انا بتمنيها ما حصلتش مش مش شايفها انها بتحصل دلوقتي او في الماضي كان نفسي انها تحصل بس برضو النتيجه انها ما حصلتش وعشان كده بتكلم عنها اوكي okay. يبقى انا برضو هتلاعب مع وش بالازمنه <applause> طيب لما يجي وش ومعها كود او would معناها ان انا unable to do something وبقول مثلا I wish I could pass the exam انا بتكلم في البريزنت اوكي okay. ولكن بقول I wish I could pass the exam بتمنى ان انا اعدي الامتحان ده بس انا مش عارف لكن انا بتكلم في البريزنت time اوكي okay. ومعناها ان انا مش قادر ان انا اقوم بالشيء ده اوكي okay? I wish he would call his parents كلمة he جبنا معها would لان كلمة would بتيجي غالبا لما يكون في عندي هي uh, he وقت. لكن بقول I بقول I could اوكي okay? طيب I wish he would call his parents اتمنى ان هو يقدر ان هو يتصل باهله اوكي okay? احنا في البريزنت تايم الشخص ده مش قادر يتصل باهله وبنقول دلوقتي والله انا بتمنى انه هو يتصل باهله يبقى في امنيه خاصه بالحاضر ولكن we are unable to do it احنا مش نافع ان احنا نعملها we can't do it at the moment يبقى دي كده wish طيب في عندي wish plus the past simple الستركتشر بتاعها عامل ازاي الوش مع كلمة وش مع الباست يبقى دي معناها present wish يعني انا بتكلم على المضارع فاكرين يا شباب لما اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها سبجنكتيف وقلنا ان حاله السبجنكتيف دي معناها حاله في الانجليش كده انا بقول جمله بس هي مش جمله واقعيه بتحصل بالفعل يا اما جمله تمني زي دي يا اما جمله زي الحاله الثانيه من قاعده اف علشان كده الحالة التانية من قاعدة F بتتكلم عن present situation ولكن بتستخدم الباست وقلنا ان ده بيحصل ليه لان هي فيها شويه شيء بلغي انا ممكن اقول انا احط نفسي مكانك فبقول if i were you هل ده حقيقي هل ده واقعي بيحصل لا قاعده اف الثانيه فيها imagination لكن انا ما بتكلمش عن حاجه بتحصل بالفعل انا بتكلم عن تخيل اوكي فبالتالي وش برضو فيها جزء من التخيل إنه حاجة مش بتحصل بالفعل ده أنا بقول بتمنى لو تحصل وبالتالي بيحصل لنا حتة اللخبطة كده في الزمن أو إن إحنا بنستخدم حاجة irregular حاجة شاذة في الزمن أنا بتكلم عن present ولكن بستخدم past ليه؟ علشان أنا ما بوصفش فعل بيحصل بالفعل وبالتالي إحنا دخلنا في حاجة اسمها subjunctive form او اللي هي الحاجات الغير واقعيه ممكن تيجي في suggestion ان انا بقترح حاجه ممكن تيجي في زي ما اتفقنا ويشنج سمثينج حاجه ما بتمنى انها تحصل ممكن تيجي في قاعده اف التانية اللي هي ان انا بحط نفسي مكانك او ان انا بتخيل انك سبت حاجه كبيره قوي يبقى ده كله استخدمنا للخبطة اللي بتحصل في التايم دي او ان انا استخدم قاعده شاذه ده سببها أوكي، okay. طيب wish plus the past simple equals a present wish يعني أمنية حالية خاصة بال present. I wish I had a car يبقى الشخص ده ما عندوش عربيه دلوقتي وهو دلوقتي بيتمنى يا رب يا سلام لو كان عندي عربيه كنت اتمنى يكون عندي عربيه بيتكلم على البريزنت تايم مش الماضي وبتكلم على امنيه حاليه فعلشان كده قلنا I wish I had a car لو بقول I have a car يبقى انا عندي عربيه I have a car تمام لكن انا بتكلم I wish I had a car عملنا التغير ده في الزمن علشان الجملة ما تبقاش بتعبر عن فعل بيحدث بالفعل I wish she gave her son some care شايفين هنا احنا قلنا ايه بتمنى انها كانت بتدي ابنها بعض من الاهتمام ولكن هي ما بتعملش ده اوكي يبقى عشان كده قلنا I wish she gave her son some care خليناها في الماضي اوكي طب لكن لو وش بقى جه بعدها مش ماضي عادي ماضي سامبل لا ماضي تام Past perfect في الحالة دي أنا بتكلم عن موقف في الماضي past situation يبقى عندي wish بتكلم عن present wish هستخدم ماضي بسيط wish بستخدم بتكلم عن حاجة في الماضي اوكي okay. past wish أو regret ندم في حاجة في الماضي كنت أتمنى إنها تحصل بشكل مختلف في الحالة دي هي شبيهة بحالة إف التالتة وبالتالي استخدمنا past perfect فبنقول It refers to regret about something in the past. بندم على حاجة حصلت في الماضي. بقولها ازاي؟ I wish I had taken the course. يا سلام أنا لو كنت كنت أتمنى إني آخد الكورس ده، بس فاتني خلاص وما أخدتوش وبتكلم عن كورس خلص في الماضي. وبالتالي جبناها I wish I had taken had مع تشريف ثالث أو ال past perfect يعني على طول أعرف أن ده بيكلم عن ماضي عن موقف في الماضي وعشان كده استخدمنا ال past perfect طب جملة تانية بتقول I wish he had completed his studies أنا أتمنى أن هو يكون خلص دراسته بس هو ما خلصش دراسته ودي طبعا برضو كانت في الماضي كنت اتمنى يكون خلص دراسته لكن ده واحد ما خلصش دراسته ما خدش شهاده كويسه وبالتالي its a regret يعني حاجه حد بيندم على انه الشخص ده ما خدش شهاده كويسه او ما خلص ما خلصش او انهى دراسته يبقى i wish he had completed his studies كنت اتمنى انه خلص الستاديز بتاعته احنا بنتكلم في الماضي تمام أو الموقف نفسه ماضي. طيب، يعني كده اتكلمنا عن الحالات المختلفة بتاعه. وش، تعالوا بسرعة ناخد إكزامبل أو مش إكزامبل، يعني أسئلة، أوكي، مالتيبل تشويسز، وعايزاكم تحلوا قبل ما أنا أخلص، أوكي، okay. أو قبل ما أنا أقول لكم الإجابة إيه. Choose the correct answer from A, B, C, or D. If it doesn't start snowing, we Space go skiing this evening. If it doesn't start snowing، عندنا قاعدة افهم. لو ما ابتدتش تنزل تلج we space goes skiing this evening we will we don't we wouldn't we won't في إف عشان أحل لازم أهتم جدا بالمعنى أفهم الموقف لازم الفهم يكون موجود معانا يا ولاد مفيش حاجه او سؤال في الانجليش انا افصل كده جرامر عن فهم مستحيل نعمل الحكايه دي لازم يكون عندي فهم للموقف الاول لازم طالما قاعده اف وشفت اف يبقى اطمن كده اشوف اتاكد دي اي كيس منهم if it doesn't start knowing عندي present simple اهو we will go ولا we don't go ولا we wouldn't ولا we want عندي المناسب ليها هنا عندي في التنس أو في الزمن will we want we don't طبعا don't دي مش مش هتنفع هنا لأنها لا فاكت ولا هابت هو بيكلم في موقف بعينه لو الدنيا ما ابتدتش تنزل تلج احنا هنروح ولا مش هنروح نعمل سكيينج اكيد مش هينفع نعمل سكين من غير تلج وبالتالي الاختيار السليم هنا هتبقى كلمه want مش هتبقى كلمه will يبقى هنقول we want to go skiing this evening اخترت بقى ازاي will ولا want علشان المعنى يا شباب المعنى هو اللي دلني اختار will ولا want مش الجرامر الجرامر لو مشينا عليها يبقى فاضل لي will و want الاثنين ينفعوا لازم افهم المعنى كويس مفيش تلج يبقى مفيش سكين يبقى want to go skiing this evening I Okay. <clears throat> the teacher asked the students to look at the balls in the tank and try to space the number. You balls fit tank and try to the number, try to think the number, try to guess the number, try to accept the number, will agree the number. Taban هنا da vocabulary, willow shufna, ehna, hayhallinan bussa alal tank, علشان نخمن adad al kuar to guess the number. the teacher asked the students to look at the balls in the tank and try to guess the number. لازم نعرف او نفهم الاجابه عن طريق فهمنا او حفظنا لمعاني الكلمات وطبعا الاجابه هنا هتكون جاس لان انا عايز اخمن الرقم بيخليني ابص على البول علشان اخمن عدد البولز اللي في التينك او في الحوض اللي حاطه التيتشر عشان اخمن العدد مش افكر العدد لا think the number ما تنفعش لكن انا عايزه اخمن طبعا think of او think about لازم محتاجه بعدها preposition لكن هنا عايزه اعمل عمليه guessing تخمين ومش accept يقبل ولا agree وافق لا هنا بيخمن يبقى كلمه جاس هي المناسبه طيب uh, احنا كده يعني للاسف الوقت بيجري بسرعه فعايزين نروح لللايت بورد كويكلي to uh, try to have a quick summary about what we've covered today هنروح اللايت بورد ناخد سامري سريع نشوف ايه اهم بوينتس حابه ان انا اضيفها ليكم او اقولها لكم بخصوص اللي عملناه النهارده let's go quickly i'll see you there. Hello dear students and welcome here. Now we're going to have a quick summary about some important parts that we had in our session. Uh, طبعا النهاردة احنا خدنا مجموعة كلمات زائد درس اللي علاقة بالجرامر او تكملة لجزء خاص بالجرامر ولكن خليني اعلق ليكم على some of the phrasal verbs احنا خدنا مجموعة من phrasal verbs as vocabulary phrasal verbs تاني okay. فحابين ان احنا نتكلم بخصوصهم شوية او ندي مثال عشان نخلي آه ان هو واضحين بالنسبه لكم اكتر كمعنى وكاستخدام فمثلا احنا جالنا كلمه زي كلمه bring back bring back او bring something back اوكي okay. وقلنا ان الفريز دي او الفيرب مع البريبوزيشن ده عملوا فريزالفيرب وكانت معناها bring back بمعنى to remember something to remember something أو زي ما نقول to bring back to the memory okay يبقى add this ممكن مثلا an example you all watching this watching this movie brought back يعني قبلنا تاني يعني ده ال past بتاع bring brought back some bad memories يعني الفيلم ده فكر الشخصية دي ببعض ال bad memories اللي ما كانش حابب ان يفتكرها دي كده كلمة ايه bring back في عندنا كمان verb قلنا اسمه fall out fall out اتكلمنا عنه او جبناه في كلمة فول واحدة يعني يقع امال كلمة فول اوت قلنا بمعنى ايه stop being friendly to someone يعني حد يبطل ان يكون friendly او يتعامل بطريقة لطيفة مع شخص اخر فأنا مثلا he had fallen out he had fallen out زي ما انتم شايفين كلمة fallen out احنا جبنا طبعا التصريف الثالث لإنها جت بعد the verb had اللي هي had مع التصريف الثالث the past perfect he had fallen out with his family with his family وده معناه to stop being friendly family. to stop being friendly يعني هو بطل يبقى كويس مع عيلته كمان في خدنا phrasal verb بمعنى get into ده آخر واحد هنتكلم عنه. get into معناه to enjoy doing something. إن شخص يستمتع بفعل شيء معين. فممكن نقول she gets into the internet. She gets into the internet معناها إنها she enjoys using the internet دي كده مجموعة من الفريزل verbs اللي خدناها حطيناها في أمثلة عشان تبقوا تحليكوا أكتر في الاستخدام وطبعا في مجموعة تانية لو ما ذكرناهم النهاردة بشكل تفصيلي أكيد في revision هيطلع لنا جمل باستخدام الفريزل verbs دول thank you very much and let's return back to the studio quickly to finalize or end our episode I'll see you there Welcome back my dear students. However, unfortunately we came to an end of our episode. La uh, li hopefully it was useful to you. But if you have any questions, you can write them down in comments. YouTube. Um, of course I'm gonna see you in other episodes. Be happy. and goodbye. تانية ثانوي مهما كان الطريق هوصل ولو هدفي بعيد أنا هقدر تانية ثانوي